حقك عليا مداوح، انا غلطت في حقك. انا ما كنتش فاهمه ان المساله هتوصل لغايه كده. انت في الاخر جوزي اللي عشت معاه طول عمري، وابو بنتي كمان. مش نمشي بقى؟ واخدينك على فين يا بابا؟ يعني هيكون فين يا بنتي؟ معلش حبيبي، ولا يهمك، ان شاء الله هقوم لك اكبر محامين في البلد، وبعد فتره قصيره جدا هتكون بيننا. منك لله يا عجب، منك لله، وانا مفهمه وقايل له انه مامور السجن دفعتي. يلا يا بشاويش يلا. متعوق. سامحيني يا كوثر، سامحوني، انا اللي استاهل، انا نسيت نفسي وانا الاول اني ادفع ثمن غلطتي. ابي تعالي زوريني يا كوثر. يقطع كوثر وسنين كوثر، ما تقطعش قلبي بقى يا متعوق، كفايه كده. يلا يا حضره الصور. متعوق متعوق. آه يا دماغي دماغي. الليمون اشربه. مالك عقد أبوزك كده ليه؟ وانت ايش على بالك؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، في ايه يا متخلفة؟ مش كان المفروض تجيبوا لي طقم جديد احضر بيه فرح بنتك؟ ولا انا يعني فهمكم مضيق وفرحكم منسي؟ يا رب خدها يا رب. ناقصك انا؟ انت كده كلمة الحق تعفرك. عفريت لما يركبك وليا مخك طائع. سمع المتخلفة؟ خلاص 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 يا نعم، انا هشتري لك فستانين. ربنا يكرمك يا ست هان. قال انت اسمك ايه؟ مشيره. عاشت الاسامي يا ست مشيره. تصوري انت اول واحده وشها سمح تخش الفيلا دي من يوم ما اشتغلت فيها. طب غوري غوري من وشي بقى، غوري خلينا نعرف نتكلم. ومال اغور؟ ما غورش ليه؟ اشربوا الليمون. غوري ساتر. بتبص لي كده ليه؟ زي ما اكون بشوفك لاول مره. جايز نظرك اتحسن. وجايز ما كنتش بشوف خالص. زناتي، مين اللي حاول يقتلك؟ خايف اصدق الكلام اللي قالوه لي. مين؟ عجيب. عجيب؟ هو مش عجيب مات؟ لسه عايش. لا وفي شك ان عجيب هو عجب. انا خلاص ما بقتش عارف. حواديت حواديت حواديت، ما بقتش فاهم حاجه خالص. طيب وده ولا ده يحاول يقتلك ليه؟ علشان يورثوني زي الضابط ما قال. ومصدقه؟ والله يا مشيره انا ما بقتش عارف اصدق مين ولا مين. كل ده كان علاجه في حاجة واحدة بس يا زناتي، انك تدي لكل واحد حقه. لازمته ايه بقى الكلام ده دلوقتي يا مشيرة؟ انت كده كلمة الحق اتعصبت. مشيرة تقبلي تتجوزيني؟ مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه؟ تعبانة يا ماما، تعبانة. معلش شدة وزول. هتزول امتى؟ كل يوم بيمر علينا أسوأ من اللي قبل. ابتدى بتفكير عجيب في الانتحار وانتهى بسجن بابا. أنا مش فاهمة اشمعنى احنا اللي بجينا المصائب دي كلها. ولا أنا يا حبيبتي فاهمة حاجة أبدا. أنا مش عارفة المصائب دي بتحل علينا ليه؟ زي ما يكون حد عمل لنا عمل، ولا عملنا ذنب وربنا بينتقم مننا. عملنا ذنب؟ ده ذنب عجيب. احنا قسينا عليه كتير قوي وظلمناه كتير قوي. طب اللي نفسي افهمه، عجب عجب عمل في ابوكي كده ليه؟ بينتقم مننا، بياخد بتار اخوه مننا. طب وينتقم مننا ليه واحنا عملنا ايه؟ عمه هو اللي ظلم اخوه، احنا كمان ظلمناه. كنا عايزينه يبقى صورة مننا، يفكر بنفس طريقة تفكيرنا، يخربش بضوافرنا. عجيب ما كانش كده خالص. وهو طلع لنا عجب. شفتي؟ شفتي الفرق بين الاتنين؟
أنا مش عارفة هنعمل إيه. المصايب اللي عمالة تحل علينا دي، أبوك واتسجن 3 سنين، وجوزك وعمال يظهر ويختفي زي فرق علوز. تفتكري يا ماما الكلام اللي لمح بيه الضابط على إن عجب هو عجيب مظبوط؟ بقولك إيه، أنت هتعومي بقى على عمهم وإحنا ناقصين لخبطة؟ مش كفاية اللخبطة اللي إحنا فيها؟ ما بقتش فاهمة حاجة. ايه الوجاهة دي كلها يا عم؟ والله ما انا خابر كان عليا بايه من ده كله. عجب ايه؟ عريس، انا عريس، عريس الغفلة بعيد عنك. بس هقول لك ايه يا ولد الناس، احنا متفقين على كل حاجة. وانا لسه عند اتفاقي. مش باين يا عجب، مش عارف، مش مطمن لك، مقلق منك، حاسس ان جواك بير غويط ملوش قرار، عايز تغرقنا كلاتنا فيه. جواك نار يا عجب، عايز تحرقنا كلاتنا بيه. وبعدين معاك يا نجدي، احنا هنعيده تاني ولا ايه؟ اتفضل يا سيدي، ادي 10,000 جنيه اللي لك في ذمتي. شيطان يا ولد الزناتي، خابر كيف تلعب براس اللي قدامك؟ خابر انا كديه محتاج وضعيف قدام الفلوس، عشان كديه كل ما ضميري يصعد تنيم بمبلغ. تبقاش عبيط امال، انا حديك 10,000 جنيه فوق اتفاقنا قبل ما تسافر، ده غير الحمرين وجاموستين يا سيدي، مش جاموسه واحده. يعني انا كديه هحتكم على 30,000 جنيه وحمرين وجاموستين، وانا اللي راسي كانت براس حمار مش اكتر. انت تسوى عندي كتير يا نجدي، تسوى كتير اوي. يلا يا ماما ابوس ايدك عشان ما نتاخرش. معقول يا بنتي حبيبتي ابوك الصبحيه بقى محكوم عليه بسجن 3 سنين وبالليل نروح فرح الناس تقول علينا ايه؟ انا مش رايحه الفرح عشان اهني ولا بارك، انا رايحه عشان حاجه واحده بس، اصفي حسابي مع عجب على اللي عمله مع بابا قدام الناس. هتروحي معايا ولا اروح لوحدي؟ اها في الحاله دي رجلي على رجلي، وليكي عليا اقلب الفرح غم على راس عيني زناتي. اتفضلي يلا. بكره حفطيس يا خلف، الحكومة هتقول انه ما تغرقان. لا يدي زقتنا في المية انا وهو وما شفناش حد. يدي زقتكم؟ ايوه. يعني جريمة قتل؟ ايوه. يبقى لازم ناخد طارق قلب العمدة. ايوه. ناخد بتاره من مين واحنا ما نعرفش اللي قتله؟ بقول لك ايه، ركز مليح مع كلام الواعر، يمكن هيفكر في حاجة. وبعدين الواعر دلوقتي هو العمدة. اسمع. ايوه. طالع من اليوم لازم كلاتنا نبقى إخوة. كفيانا طار واللي خاده في سكته، وأي حد بويا الله يرحمه ظلمه في شيء أنا سداد، بشرط نعيش كلنا إخوة مع بعض بلا طار بلا حزيزيات. الحياة مش مستحملة يا ناس. الله عليك يا عمدة، يعيش حضرة العمدة، يعيش حضرة العمدة، يعيش حضرة العمدة، يعيش حضرة العمدة. على فكرة يا جماعة، الزناتي ده ما يقعش غروق، اختار لي بنته اغنى واحد في مصر. وهو الزناتي يعني ده كان محتاج فلوس؟ مفيش حد يا جماعه بيشبع من الفلوس. انا شفت صوره العريس في الجرايد والمجلات يغور ودغور فلوسه. ده قصر ديلي يا حبيبتي، ما يعيبش الراجل غير جيبه. يا واخد القرد على ماله، بكره يروح المال ويفضل القرد على حاله. قرد ولا حتى شمبانزي، بس يلوموني على واحد زي. شوفي الترابيزات اللي هناك دي كنا ناقصهم حاجه. حاجه يا زنزي. زناتي مين هذا المقصود؟
قصدي ناني. الف مبروك لمعتزه، ولو اني زعلانه منك عشان انت ما عزمتنيش. معقوله ما عزمتكيش؟ ايوه حصل يا زنيتي، بس مش مهم يا حبيبي. فين بقى العروسه عشان ابارك لها؟ العروسه ايه مالك مش على بعضك كده ليه؟ فين العروسه عشان ابارك لها؟ هي في اوضتها بتكمل زينتها. وماله يا حبيبي، يلا بقى قدامي عشان اطلع لها، ما انا لازم اكون جنبها في ليله زي دي. لا طبعا. ايه ايه لا طبعا. يعني اتفضل اتفضل. يلا يا حبيبي قدامي. هلا انت بقى. طنط عبد المقصود، قصدي طنط ناني، جايه تبارك لك. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. طيب انا تحت يا معتز، ده لو عايزتي اي حاجه. استني يا مشير، انا عايزك دقيقه واحده يا زناتي. ليه؟ انا عايزك اتصلك على بر عبد المقصود ولا مشيره؟ مشيره. امال دي اللي جابها؟ طبت عليا فجاه كده، هعمل ايه؟ طب انا هتصرف. طيب صرفي كويس. اهلا، تحبي يا حبيبتي اساعدك في حاجه؟ ارسي خالص. مشيره قامت بالواجب، اردها لها ان شاء الله يوم فرحها على بابي. مساء الخير يا عمي. امال فين يا العريس؟ جاي ورايا مع المأذونة. جملها يا رب وعد الليله دي على خير. طب وفي ايه بس يا عمي؟ اقول لك اللي في قلبي. قول، انا تحت امرك. انا لما بشوفك بيركبني العصبي، وببقى حاسس ان دخلتك عليا دي وراها مصيبه كبيره. ده كلام برضه يتقال في ليله زي دي؟ انت مين فيهم؟ عجب يا عم. وعشان خاطري. عشان خاطرك ابقى برضه عجب. برضه زي بعض. مهما كنت، انا ليا طلب واحد عندك بس، تعدي الليله دي على خير من غير قلع عيبك. اللي فات كوم، واللي لازم كوم تاني خالص. انا عازم كبار ووجهاء البلد هنا الليله دي، وبعدين ده فرح بنتي الوحيده. سامعني وفاهمني؟ في الحقيقه انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. هقول لك من تاني، انا يا قاتل يا مقتول الليله دي لو صدر منك اي ملعوب. فين شيكات؟ شيكات؟ شيكات ايه يا عم؟ نعم، شيكات ايه يا عمي؟ شيكات الشيك بتاع المهر، والشيك بتاع الشبكة، والشيك بتاع الفيلا بتاعت الساحل الشمالي، والعربية، والشيك بتاع المصاريف المتلتلة اللي قعدت تقول لي ادفع ادفع ادفع، ولما التحويلات بتاعتنا توصل من بره هتاخدهم. اطمن يا عم، كل الشيكات جاية مع نجد بيه. مفيش كتب كتاب هينكتب إلا لما حقي يوصلني على داير مليه. وبعدين بقى، ما قلت لك اطمن يا عمي، كل حاجة معمول حسابها بمنتهى الدقة. الشيكات جايه ورايا مع نجد. ايه ده؟ ايه اللي بينيله الجدع بتاعك ده؟ ها؟ ومين الحوش اللي حواليه دول؟ غريبه جدا يا عمي، ده الراجل ده اكيد اتجنن. قلبي عريس بنتي جايب جلابيه وجهيري ومعاه مزيكه حسب الله. يا عم الراجل ما يعيبوش غير جيبه. يا نهارك اسود يا نجد الكلب، هتدفي معاه ازاي ده؟ اهدي بس يا معتزه، اهدى. ايه دي فضيحه؟ بسرعه قولي لبابا يتصرف. ده فرحي، ده في اكبر لف في البلد وفي صحفيين بيصوروا. طيب هنزل اعملها معاه وافتح دماغه بسرعه. اتصرفوا بسرعه.
شويه ميه وسندني. الف مبروك يا زناتي بيه. فاتيحه كمان هنا؟ يبقى الليله دي مش هتعدي على خير. كوبايه ميه، كوبايه ميه قبل ما يغمى عليا. يا ناس الحقونا بكوبايه ميه قبل ما يفرهد. اشرب يا زناتي بيه، اشرب. والله يا عمي انا شايف ان المساله ما تستاهلش ابدا اللي انت بتعمله ده. ياه ازاي؟ واسمي وسمعتي مركز الاجتماع، هتقولي دواء القلب وعلبه حبوب مهدئه؟ هي فين؟ انا عارفه طريق الدواء اللي بيبلبعه طول الليل والنهار. طب روحي هاتيها. ومال اروح؟ ما اروحش ليه؟ اهلا وسهلا بمرات اخويا. اهلا يا مدام كوثر. ايه اللي عملته في جوزي ده يا علي؟ راحت ايه وهدوء ايه؟ انت ازاي توعد بابا وتخلى بيه؟ اظن ما عرفت اللي جرالي. الله، هو ايه اللي جرى لمطاوع؟ اقول لك ايه اللي جرى لمطاوع. اتحكم عليه بثلاث سنين سجن. قلبي مين قال اني مسؤول عن حل مشاكله؟ ايه اللي يجبرني اني كنت اساعده؟ مطاوع بيته طول عمره ما بيفكرش غير في نفسه بس. بالظبط زيك يا مدام دنيا انت ومامتك. ليه بتنتظروا من الناس انها تساعدكم وانتم عمركم ما فكرتوا تساعدوا حد حتى اقرب الناس ليكم؟ عجيب اخويا، مش كده ولا ايه؟ يعني كنت بتنتقم مننا بقى ولا ايه؟ والله سموها زي ما تسموها. ايه ده؟ ايه ده؟ تدخل الحوش اللي معاه الفيلا كلهم. يا فضحتك وجرستك يا زناتي. يلا اتحرك يا عمي اتحرك، ده عريس بنتك. يلا يلا خده كده بالحضن وقدمه لضيوفك. عيب لما تسيبه لوحده، شكلك هيبقى وحش قوي قدام العالم دي كلها. لا يلا بينا يا ماما. يلا ايه ده قوام كده قبل الليله ما تبتدي؟ طب استنوا حتى لحد كتب الكتاب. احنا ما كناش هنمشي، لكن عشان انت موجود اوعدك يا مدام كوثر انكم مش هتشوفوا وشي بعد كتب الكتاب. يلا اتحرك يا عمي، يلا يلا روح قابل عريس بنتك. اتحرك يا راجل. لا لا لا، ويحصل اللي يحصل. انا خدته وانا عارفه هو ايه وكان ايه، وانت كمان وافقتني. لازم نكمل مشوارنا مع الاخر، ما قدمناش حاجه دلوقتي. انا هنزل معاك وهقعد معاه في الكوشة. عين العقل يا بنت عمي. وفلوسي وشيكاتي هتستلمها كلها قدام المخزون.
ما تسمعينا زغروطه يا مشيره؟ ما بعرفش. معلش حاولي. عريس استلم عروستك. اعمل بيها ايه؟ خد عروستك وقعد بيها في كوشة يا نجد بيه. بامر الله ماشي. كدام يا بنت الزناتي. يمين بالله ما اعرف منيهم حد. انا زي اللي خدوه من الدار للنار، لا فاهم حاجه ولا دريان بحاجه. وايه اللبس الزفت اللي انت لابسه ده؟ دي خلاجات اللي جيت بيها من الناجع. واد عمك لبسني بدله كنتش عارف امشي فيها، لما اشتكيت له قال لي البس اللي يعجبك. لبست الخلاجات اللي اتجوزت بيهم بيها قروانه. عجبك ولا مش عجبك؟ تجنن يا حياتي تجنن. نزل يدك لحسن ناولك. انا اقعد عندي. احترمي نفسك يا فقيها وقعدي، انا مش ناقصك. ايه رايك بقى؟ حرقص يعني حرقص يا زينتي بيه، واللي عايز تعمله اعمله. شايفه بتكسر كلامي ازاي يا مشيره؟ معلش معلش يا زينتي، ده فرح فرح معتاد. ايه راسه يا فقيه راسي، ابسطي نفسك. لا مؤاخذه يا عمي معلش. يا هلا حبايبي، وحشتوني قوي. وعلشان ما هم وحشوك راح تتجوز على امهم يا خسيس يا جليل القصر. اني تتجوز عليا يا نجدي ومن غير اذني كمان؟ باه. اخص عليك يا نجدي، اخص. اخص عليك انت يا مرتضى، تلم بقى. اللي هتقول اهديه كرهانه. مين اللي جابك انت والعيال كرهانه؟ انا يا نجدي بيه. انا لا انت. خبلت اياك يا نجدي، هتتجوز من بنات مصر من غير ما تاخد اذن العمده؟ طخ يا ولد. احنا مش خلصنا من حكايه الطخ دي. قلت لك طخ يا ولد. مع طخوه. انا اللي هطخه. اتجننت يا خرانه، تطخ راجلك ابو عيالك يا بنت. انا عندي تموت ولا انك تتجوز عليا يا نجدي. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل ده ومين دول. انا اقول لك كل حاجه ست معتز. هنا ده اللي ما يتسمى مرتضى، ودي كرهانه مرتي، ودول عيالي حبه عيني وروح قلبي، وده العمده الجديد ابن العمده القديم، اللي جاره ده ابن العمده القديم اخو العمده الجديد، وده اللي ما يتسمى عنطر ابن حداد الخاين اللي اشوف فيه يوم. ارتحت بقى معتزه ناولين الغرزه الاخيره. ما فضحتك يا زناتي، يا خرب بيتك يا زناتي. قلبي قلبي. والملايين والشركات وحسابات ابنك عربه.
ان شاء الله عدم نظري انا ما فاهم حاجه من اللي بتقولوه ده خالص. كل الحكايه من الراجل ده جال زي الشيطان ده ووسوس وداري وقال لي انا دي عديك قرشين ده تنفك بيه وعجب لك حمرين وجاموسه بس تسمع اللي عقول لك عليه. قلت له ماشي. فسألت لقيت نفسك كيف الارجل عمال يوديني يمين ويوديني شمال وانا اقول ماشي ما دام حطت والعلعه تنفك والحياه حتبقى ماشي يعني. عمال اقول ماشي 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 لكن توصل ان اتجوز بنت زناتي؟ انا اتجوز دي؟ لا لا انا اتجوز على كروانه كروانه ام العيال؟ لا احنا ما اتفقناش على بديه يا زناتي حصل ولا لا؟ حصل يا بني. ايه حصل؟ يعني ايه؟ يعني ده ما حدوش ولا دي؟ فقراوه عجمان؟ مظبوط مظبوط يا بنت عمي. قلبي قلبي مش ممكن مستحيل. انت ليه بتعمل فينا ده كله؟ انت مين؟ اللي قدامكم ده عجيب الزناتي. عجيب؟ جوزي؟ مش ممكن مستحيل. وفي نفس الوقت برضه هو عجب زناتي. يعني انا كنت صح؟ يعني ايه صح؟ انت اتكلم قول ان الكلام ده مش صحيح. انا فاهم. وفي نفس الوقت قلبي قلبي دماغي ازازة كولونيا. لو سمحتم بعد اذنكم اسمعوا معايا الشريط ده. مش عايز اسمع اي دوشه بره. يا ساتر الواحد ما يعرفش يقعد يحسب شويه في البيت لوحده. الشريط ده واللي كان موجود في الكاسيت بتاعك في مرسمك هو اول الخيط اللي وصلني الحقيقه. حقيقه ان عجب وعجيب شخص واحد. كان من السهل قوي طبعا انك تقفل عليك باب مرسمك والناس اللي بره مدام دنيا وكوثر هاني يفتكروا انك قاعد جوه لسه بتضرب على البيانو في نفس الوقت اللي انت بتتسحب فيه من الباب الوراني بتاع المطبخ وتخرج وتظهر وتعيش بشخصية عجب توأمك اللي مات قبل ما يكمل أسبوع من ولادته. بس الممرضة قالت لي إنها هي اللي باعت التوأم بتاعه وإن التوأم بتاعه لسه عايش. عجيب مش غبي. كان عارف إنك هتسأل عشان تتأكد. راح هو سبقك وأمن لواحظ وفهمها تقول لك إيه. زي ما اتفق مع الدكتور سامي يحطه في بدله جبس عشان يبقى سهل انه يخلعها ويخرج يروح اي مكان ويرجع تاني للمستشفى. انا ما وافقتوش الا لما اكد لي ان المساله مش اكتر من محاوله. انه ينفرد بنفسه بعيد عن كل اللي يعرفوه علشان يحضر لمعرضه. دكتور سامي مالوش اي ذنب. انا الاوان عشان افضفض لكم على اللي جوايا واحكي لكم على الحقيقه كلها. لازم تعرفوا انكم السبب في كل اللي حصل. معاملتكم السيئة ليا. احساسكم المستمر باني انسان ضعيف وفاشل كان دايما بيعذبني. كنت حاسس باستمرار انكم بتقتلوا كل حاجة جميلة جوايا. بتقتلوا الانسان وبتقتلوا الفنان في نفس الوقت. يا ملالي يا ملايالي قفلت عليا باب مرسمي والحزن مالي قلبي من عدم احساسكم بقيمتي. كنت دايما بحاول اعزي نفسي بحب ليكم رغم كل اللي عملتوه معايا. مرات كتير فكرت في الانتحار عشان اخلص من العذاب اللي انا فيه. لكن فضلت اقاوم فضلت اقاوم مره ورا التانيه لحد ما حسيت اني كاره الدنيا وكارهكم كلكم. في لحظه
في لحظة وأنا في قمة يأسي افتكرت فجأة يعني ده وأمل الله يرحمه، قررت أجيبه من تاني، أنتقم بيه لنفسي منكم، أوتركم زي ما وترتوني، أحيركم، أجننكم زي ما كنتوا عايزين تعملوا معايا. صممت خليه يعمل كل اللي ما قدرتش أعمله ويقول كل اللي ما حبيتش أقوله. دي كانت الطريقة الوحيدة اللي أقدر أنفذ بيها على جوايا وأعبر لكم فيها بصراحة عن رأيي فيكم. اوعوا تفتكروا إن أنا كنت سعيد باللي بعمله ده، بالعكس أنا كنت بتعذب، وعذابي كان أشد لأني كنت بعذبكم معايا. صدقوني كل ما عذابي ليكم كان بيزيد، كان بيزيد كرهي أكتر، لأن أنتوا السبب في اللي أنا وصلت له. أنا ما أذنبتش ولا أجرمت، أنا كل اللي عملته إني كشفتكم قدام نفسكم، كشفت كذبكم، كشفت خداعكم، كشفت تحكم المادة فيكم، لكن اكتشفت شيء مهم جدا، اكتشفت إن الدنيا دي للأسف مش دنيا عجيب، دي دنيا عجب. دلوقتي خلاص مبقاش يهمني اي حاجة، حتى لو خدت عمري كله. ومحاولة قتلك لعمك زناتي بيه؟ المحاولة دي انا ما قمتش بيها يا عمي، صحيح فكرت فيها أكتر من مرة في لحظات ضعف، لكن لا تربيتي ولا تفكيري يسمحوا لي أعمل حاجة زي دي. دور على حد تاني ظلمته غيري، جايز تقدر تحمي نفسك بقية عمرك. عندك حق، عندك حق حضرة الضابط. أنا متنازل عن كل محضر عملته العجيب ابن أخويا. أنا آسف كنت عمي، قسيت عليك كتير، أرجوك ما تزعليش مني. أنا اللي آسفة، حقك علي يا ابن عمي، كل الكلام اللي قلته علي صح. أنا آسف يا عجيب يا ابن أخوي، آسف. أنا دلوقتي عينيا فتحت أوي وخلاص راح الوهم اللي أنا كنت عايش فيه. الفلوس الفلوس الفلوس، لا أنا هرجع كل حق لكل حد يستحق، وأولهم أنت وأختي سهير. أنا آسف، آسف قوي يا ابن أخوي يا عجيب. وأنا سعادة تربيه حضرة الضابط، أنت تروح ترجع بلدك دلوقتي حال، وما تنزلش من الصعيد تاني أبدا، فاهم؟ وده عايزة مفهومية دي؟ لا أنا هعود هنيه تاني، حض الله حض الله بيني وبناتكم يا عيلة الزناتي اليوم الدين. عنتر مستنيك يا نجدي ومعاه الحمارين والجاموسة. يلا يا نجدي، يلا بينا يا نجدي. أنا مش نجدي، أنا أخوه التوأم مجدي. قدام يا روانة. كروانة كروانة. لا روانة أخت كروانة التوأم. ماشي. السلام عليكم. بينا بقى بينا. معقول كل ده يحصل ومطوع مش هنا؟ ياما نفسي تكون جنبي يا مطوع. أنا هنا يا كوثر. مطوع. كوثر. كان صعب اسيب حماية مرمي في السجن واقف اتفرج يا مدام كوثر. انت طلعت ازاي يا مطوع؟ عجب طلعني من السجن. عجيب يا عمي. عجيب؟ اهو عجيب عجب، مش مهم، طلعتني من السجن وخلى اشجان تتنازل عن القضية. واشجان اتنزلت لك كده عن القضية لله في لله؟ لا، اتنزلت لها عن الشقة عشان اخلص منها. ايه؟ اتنزلت لها عن الشقة يا مطوع؟ يا خبتك يا كوثر.
كوثر كوثر. الحمد لله على السلامة يا عجيب، وأشوف وشك بخير. شكرا يا دكتور سامي. العفو. مع ألف سلامة. الله يسلمك. أقدر أمشي يا حضرة الظابط؟ عايز سعادتك تطمن خالص. احتمال كبير ما اقدرش مره ثانيه. وعد. ما اقدرش اوعدك. انا مسؤول عن نفسي بس. انما هو الله اعلم ممكن يعمل ايه. بس كل اللي اقدر اقول لك عليه اني هحاول ما اخليهوش يدخل حياتي مره ثانيه. عن اذنك. عجيب. اوعى تسيبني يا عجيب، ما تبعدش عني تاني. انا لسه قدامي مشوار طويل على ما اكد نفسي من جديد. انا برضو هفضل جنبك. مش هكون غير عجيب. وانا مش بحب غير عجيب. ايه بس خلي بالك، انا ممكن باللحظه والتانية اتحول فجاه وابقى عجيب. مش هديك اي فرصه انك تكون غير عجيب. رغم كل اللي فات بحبك يا دنيا. بحبك يا عجيب. انت دنيتي وحياتي وكل حاجه ليا في العالم. بحبك. خلاص اهبان واتفرج.